هنا كانت بحيرة يوماً ما، وكانت هذه الأسماك تعيش فيها. هذا ما تبقى فعلياً من بحيرة هامون في المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان التي تعاني من الجفاف والتصحر والانكماش بسبب التغيرات المناخية. وفوق كل تلك العوامل الطبيعية تأتي الخلافات السياسية لتجعل مصير الإيرانيين في هذه المنطقة بيد حركة طالبان الأفغانية. فحركة طالبان تعمل على بناء سد للمياه على نهر هلمند الذي يصب في بحيرة هامون، أدى في النهاية إلى انخفاض منسوب المياه في البحيرة. الخلاف الذي يتصاعد الآن بين إيران وأفغانستان لم يبدأ في عصر طالبان فعلياً، بل تعود جذوره إلى الماضي. واضطر الطرفان إلى عقد اتفاقية في السبعينيات في فترة حكم الشاه لتنظيم الحقوق المائية للطرفين. الإيرانيون يقولون إنهم لم يحصلوا إلا على 27 مليون متر مكعب من أصل 820 مليون متر مكعب يجب أن يحصلوا عليها بموجب الاتفاقية. إيران التي تعتمد بشكل حيوي على هذا النهر في إمداداتها المائية تدرك أن التصحر في تلك المنطقة خرج عن سيطرتها، وكانت تحاول منذ فترة طويلة تعديل الاتفاقية حتى مع الحكومات الأفغانية السابقة على اعتبار أنها وقعت أيام حكم الشاه، والآن تصطدم بالسياسة وتحديداً مع حركة طالبان التي باتت تتحكم فعلياً في المياه التي تروي عطش أراضيها.